مساء الخير مشاهدينا الكرام. ضيفنا هذه الليله جانا من الولايات المتحده الامريكيه وكتعتبر من اشهر المصممين عالميا. في هذه الحلقه غادي نتعرفوا على المسار ديالو المدهش، وحنايا اليوم في ضيافه خاصه ليه عند البلاطو ديالو. مرحبا بك هشام. شكرا امال، شكرا على الاستضافه في البرنامج ديال المتميز فولورز. هذا شرف لي نكون معك اليوم. وانا كنشكرك بدوري انك خديتي عناء السفر وجيتينا من لوس انجلوس. وشنو هذا البلاطو الزوين؟ قديم اجي عندنا. زوين بيك، زوين بيك، ميرسي بوكو. ميرسي بوكو، بارك الله فيك. شكرا. فهشام وجدنا واحد الغوبورتاج على المسار ديالك المدهش، تبغي تشوفه؟ افيك بليزير. شوفوا الغوبورتاج. هشام بن سليمان المعروف بهشام بنس تزاد في مراكش يوم 11 يناير 1992 من أسرة متكونة من أب أم وأخ. في 2010 أخذ البكالوريا شعبة العلوم الاقتصادية مراها مشل باريس، وتم دار دراسات عليا للموضة لمدة 3 سنوات، وقام بالتدريب في نفس الوقت مع مصممين عالميين منهم جيفانشي وإليصاب، ومن بعدها مشى نيويورك وكمل في مدرسة عليا للموضة لتخرجوا منها مصممين أزياء عالميين بحال مايكل كورس، ومن بعدها مشى لوس أنجلوس وتم كمل التخصص ديالو في الموضة في مدرسة عليا معروفة وهي FEDM، واللي تخرجت منها المصممة العالمية مونيك ويلي باش يزيد يتقن المهنة ديالو في مجال الموضة. في 2015 قرر أنه يدير الماركة الخاصة به واللي هي The Royals، سبحت علامته التجارية بحيث لبس مشاهير كبار بأمريكا منهم جينيفر لوبيز، إيفا لونغوريا، جانيت جاكسون، جاستن تيمبرليك، ميريان فارس وأفريل لافين وغيرهم. وبالصدفة حلف الحظ باش يكون العربي الوحيد اللي كيفتح محل تجاري في أرقى حي بلوس أنجلوس اللي هو بيفرلي هيلز. ضيفنا لهذه الحلقة من برج الجدي، ومن المعروف على الرجل الجدي أنه كيتميز بشخصية قوية وكيدافع عن مواقفه بقوة وثبات، وكيتميز بتخطيطه الطويل الأمد مع السعي لتحقيق أهدافه. حلقة متميزة كتسننا مع مصمم الأزياء العالمي هشام بنس. هشام كي جاك الغوبورتاج؟ عجبني بزاف صراحه، جو سوي ايمو باسكو كانت الحياه ديال كل يوم كتنسى الباركور، كتنسى هذا الشيء كله اللي كدوز في الحياه، ودابا فكرتوني به. دونك دوزتي بزاف هشام، يعني رغم صغر السن ديالك تبارك الله عليك. الحمد لله. مي شكرا على الغوبورتاج، سيتي فريمون سامبا. سي ان بليزير دو لو فار. ميرسي. هشام انت من برج الجدي، والمعروف على الرجل الجدي دماغه ما كيحبش ديما تيفكر. صح، مالوغوزمون. ومني كيحط شي هدف قدام عينيه كيوصل ليه. واش انت هكذا؟ انا 100% بحال هكا، كنت بحال هكذا من الصغر ديالي. ديما الا كنت درت شي حاجه في راسي ما كنمشي حتى كنديرها، وما ساهلش الواحد يبقى يفكر طول الوقت. راك ديما كيف قلتي 24 ساعه، العقل خدام. واهم شيء ان الانسان انك توصل للهدف ديالك، دونك الحمد لله. الحمد لله غادي مزيان. كيفاش كتخطط؟ كدير تخطيط اللي غندير هادي باش توصلني لهادي، ولا كاين شويه ديال الزهر، ولا ما حنا هادشي كله غادي نشوفوه؟ يعني كاين ما يتكال. اكزاكتومون. لا، هو انا كان جو سو اورغانيزي، زعما كنخطط. نعم. لي غران تيتخ اللي خصني ندير في النهار ديالي ولا في الشهر ديالي ولا. ولكن ديما كيكونوا ديما دي شوز اللي كيخرجوا من ما هما ماشي مبرمجين. ولكن فوالا كنمشي انا، ماشي زعما الا درت برنامج صافي خصني نمشي به، كاين دي شوز كيخرجوا كنمشي مع الريح. تفاصلت عقلاني يعني. اكزاكتومون. كنخدم بزاف بلا لوجيك. نعم. هشام غادي نشوفوا بعض النسب اللي عندك في مواقع التواصل هنايا قدامنا. دونك عندك في الفيسبوك اكثر من 5000 ابوني، انستغرام 112000 ابوني. ترتيب المدن عندك المرتبه الاولى بغداد، مراها طهران، الدار البيضاء، اسطنبول، ثم البصره. ترتيب الدول عندك العراق المرتبه الاولى، ايران، المغرب، تركيا، الولايات المتحدة. أما بالنسبة لفئة العمرية عندك ما بين 18 و 34 سنة، بالنسبة للنساء عندك 31%، والرجال عندك 69%. أول مرة كنلاحظ بأنه عندك رجال أكثر من العيالات، علاش؟ معرفتش، أنا صراحة ما عمرني ما شفت هاد لي بورسنتاج ديال الفولورز ديالي. مي انا كندير بزاف ديال في الانستغرام ديالي بيرسونيل، كندير بزاف ديال لي توني بوغ هوم، كندير بزاف ديال لي لوك فاشن بوغ هوم. دونك جو بونس كو كي
كيشوفوا بزاف لي زانسبيراسيون ديال 69% راه نسبه كوميم عاليه. قنعت انا هذا الشيء اللي كندير لي لوك ديال البروغرام، دونك عندي بزاف ديال لي جون اللي كيمشيو بوغ انسبيراسيون. كيفاش لوك انت نيت بيدك موديل زعما تبارك الله، كيفاش كتلبس، كيفاش كدير لي بوز، كيفاش كدير لي فوتو، جو بونس غتكون واحد المثل اعلى بالنسبه لبزاف ديال الرجال كيبغيو يديروا بحالك. فوالا عندي بزاف ديال لي جون كيسولوني على نصائح بارابور على مود، بارابور لو لوك اون جينيرال، دونك جو بونس كو هادي هي ليكسبليكاسيون ديال. وتفاجأت كذلك عندك في الترتيب ديال الدول عندك رقم واحد العراق، موراها ايران، عاد المغرب. حتى الترتيب اول مره كنطيح فيه، يعني كل الضيوف اللي دازوا عندي كلهم عندهم مرتبه اولى المغرب، واخا هما عايشين مثلا تيكونوا عايشين في دبي او في بلاد اخرى، دائما المرتبه الاولى هي المغرب، انت العراق عاد ايران. واش يعني عندك فكره علاش؟ الوغ العراق جي اوكين ايدي، حتى انايا انا متفاجئ بحالك، ولكن ايران وي باسكو انا عندي بزاف ديال لي كليون ديالي من ايران كيكونوا بيفرلي هيلز، وعندي مشاهير كنلبسهم من ايران، دونك عندي الفانز ديالهم، الفولورز ديالهم كلهم العراق، ايران، والمغرب، تركيا. هاي الولايات المتحدة. تركيا كنخدم فيها بزاف حتى هي، و جو مانسبيغ بزاف من تركيا بصراحة. علاش تركيا؟ مشيت واحد المرة لكابادوكيا، واحد لافيل في تركيا، وعجبتني بزاف، وكنت درت بزاف ديال لي بوست عليها ايتو، و دوبوي وليت كيعيطوا لي تركيا بزاف، كو سوا المشاهير ديالهم ولا الناس ديالهم، باش ندير دي الشو تما. شكون كتعجبك الحضاره ديالهم؟ الحضاره ديالهم كيفاش المسار ديالهم، يعني فنيا وفي الازياء؟ اكزاكتومون، عندهم هما عندهم واحد المجال ديال الازياء اللي هو جد مهم، زعما لا سبلوندور ديالو، و كيلبسوا مزيان، وعندهم حضاره، وعندهم طبيعه جونغ دي بيزاج اللي هما جد مهمين، دونك سا ما انسبيري، و دوبوي كنمشي بزاف تما. تخي بيان، ايوا كل التوفيق لك ان شاء الله. ميرسي، شكرا. شكون الدولة اللي تبغي تحطها هي المرتبة الأولى من هاد الدول كاملين؟ شكون اللي بغيتي يبغيها ويتبعوك بزاف؟ المغرب، هذا المغرب الوطن ديالي. نعم. دونك المغرب أكيد تبغي هو رقم واحد. هو المرقم واحد. ايوا ان شاء الله من بعد فولورز. غادي يكون هو الاول ان شاء الله. علاش لا؟ الوغ ندوزو لاول فقره من حلقه اليوم، واللي هي اش كيقولوا عليك لي فولورز. دونك في هذه الفقره هشام كناخذوا دي بوست من عندك ولا دي فوتو، وكنشوفوا شنو قالوا عليهم لي فولورز ديالك، وكتجاوبهم مباشره. نشوفوا الصوره الاولى. الوغ هنايا ذا جولدن جير كتقول لك صبر وصافي، وانت جاوبتيها اكزاكتلي. علاش صابر هشام؟ وعلاش هاد الفوتو؟ شنو كاين واحد شويه ديال الحزن هنايا؟ شنو وقع لك في التصوير؟ جوستومون، انا عندي بزاف ديال الناس ما كنعرفهمش، وكيصيفطوا ليا دي ميساج ولا دي كومونتير، كيقولوا ليا جو كنشوف عندك سادنس في عينيك، جونغ حزن في عينيك. ديما كل مره جو سوي زعما شوكي من كما يقدروا يقراو لا بيرسون غير من عينيهم. هو اكيد كاين حزن، كلشي عنده حزن في غدا، ولكن كنشوف بان كنا كندوز المراحل ديال الحزن، فرح الى غير ذلك، مي باش تشوفوا في لو روغار هاد لا فوتو هادي. واش بالفعل وقعت لك شي حاجه كنتي فيها حزين ولا غير بالصدفة؟ هادي لا، هنايا كانت غير بالصدفة صراحة، كان عاجبني الحال ذاك النهار. كنت كنتي فرحان؟ غادي معروض واقيلا هنا؟ كنتي غادي معروض؟ لا كنت غادي للخدمة هنايا. غادي للخدمة؟ دونك الخدمة بالبابيون. ديما بريزونتابل. داكوغ. كاجوال ما عمرك تمشي لكاجوال المكازان ديالك؟ لا زعما نخدمنا، إلا كنت شي نهار مسدود المكازان وقتي نمشي غير بوحدي وي، مي زعما خدمة نو شاك جوغ. نعم. نشوفوا الصورة الثانية. هادي بيان سور معايا أنا ومع لي زامي ديالك. ألوغ هنا كتقول لك ضحكتك زوينة، علاش ما كتضحكش بزاف في التصاور ديالك؟ شنو السر؟ سي فغي دايوغ، أنا كنت بعد لبسة نيت هادي نيت. كنت كتبت ثانك يو أما فور كابتشرين ذيس مومنت، باسكو سي فغي إيفيكتيفمون ما كنضحكش بزاف في التصاور. ضحكتك زوينة هشام. شكرا، ميرسي والله. علاش؟
سي فغي فاش فاش جي فو لا فوتو جو مسو دي دايوغ قلتها لك سي لا بخومييغ فوا اللي زعما كنشوف راسي كنضحك في الفوتو ما كنضحكش في لي فوتو باسكو انا ديجا ديما كيجيني وجهي كبير دونك الا جيت ضحكت انكوغ بلو سي تخك عندي سي تخك عندي في الراس مي ولفت واقيلا على لا ما كنضحكش في لي فوتو من هاجي دابا صافي ضحك لك الحياه وكل شيء ضحك لك ان شاء الله. شوفوا الصوره الثانيه الوغ هنايا لو روا ام بي ام بي 1 كيقول لك خاصك تبدل هذا السروال وسمح لي يعني شنو كتجاوب الناس اللي كيبقاو ينتقدوا اللبس ديالك؟ الوغ انا كنحترم الراي ديال كلشي صراحه اللي كل عنده سون اوبينيون كل عنده الذوق ديالو يعني ما كيزعجكش ما كيبقاش فيك الحال نهائيا عادي. كان هادشي في الاول كيزعجني صراحه في الاول كان كيزعجني لي كومونتير ديال لي جون كو سوسوا على اللبس ولا على الشكل ولا على اي حاجه ولكن دابا الحمد لله باجوتو كنحترم بالعكس كنحترم الراي ديال الناس ماشي كلشي غادي يعجبو ليذر بانتس انا كيعجبني انا متصالح مع راسي واي حاجه كنلبسها الا عندي يقين 100% بان انا بيرسونيلمون جست دابا سؤالي واش انت كتلبس اللي كيعجبك ولا كتبع الموضه؟ لا انا كنلبس اللي كيعجبك اللي كيعجبك انا لا مارك ديالي خصني كنخلق بها موضه ما كنتبعش بها موضه هذا هو لو هذا هو لو 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 لا ما يفوتش لك هذا السروال هذا ساعه على موضه هذا العام اكزاكتومون دونك هذا السيد هو اللي خصو يمشي ديال الابديت ديال الموضه دونك كتبع الموضه ملي كتعجبك شي حاجه في الموضه انا شخصيا انا كندير لا ميم شوز ملي كتعجبني شي حاجه كنلبسها مي الا خرجت شي حاجه في لا مود وما عجبتنيش ما تجيش معايا ما كنلبسهاش اكزاكتومون دونك تفي لا ميم شوز كيجيو دي تخوك صداف ولكن هو كاينين لي كغون تيتخ اللي كتبع في لا مود اون جينيرال وفي لي سيزون لمن كتلبس هشام؟ لمن كنلبس؟ المصممين العالميين لمن كتلبس؟ هشام المصمم العالمي لمن كيلبس؟ لا كنلبس ديزاينرز واحد اخرين، كنلبس الكاجوال كنلبسو من ديزاينرز واحد اخرين، اي حاجة كاجوال الكاجوال كلاسيك من عندك كلاسيك كله ديالي ذا رويالز اكزاكتومون كلاسيك كله ذا رويالز، مي كاجوال كندير دوطخ ديزاينر دايوغ جيفانشي كنلبس من عندهم بزاف و غير بالنسبة للناس ذا رويالز هي الماركة ديالو دونك باش اكزاكتومون باش الناس يفهموا حيت ابخي اون فان بارلي هشام غادي ندوز الفقرة الموالية واللي هي صورة وتعليق هشام إلا قلت لك الأم بالنسبة لهشام شنو هي؟ هي كلشي ما عرفتش واش يكون عندي كلمات أسي بوغ ديكخيغ الأم ديالي ولكن هي كلشي بوغ مو هادشي دابا هشام شنو كيقول على مهمته شوفوا المهمة ديال هشام شنو كتقول على هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أم هشام بن سليمان مصمم الأزياء الحمد لله رب العالمين كنقولها بافتخار وباعتزاز غنهضر على ولدي قبل ما يكون مصمم كان إنسان بمعنى الكلمة كان أخلاق كان طيبوبة كان حنان عمري ما لقيت الحمد لله المشكل معاه وهو الطفل من دراسة ما عمرت تشكل منه لا معلم ولا تلميذ ولا صديق ولا العائلة اللهم لك الحمد من ديما كنعتز به وكنعتز بآرائه بأفكاره كأنه سبحان الله كان كيشوف مستقبله كان هادشي اللي وصل له بالضبط كان كيتمناه بالحرف سبحان الله عنده واحد طبع رائع كنفتخر به أنه ملي كيبغي الحاجة كيديرها بعينيه وتيستعن بلا وكيوصل هشام أمنيته أنه يحقق الهواية ديالو والأمنية ديالو ولكن من بين الهواية ديالو والأمنية ديالو أنه يرضي بها أمه وما شاء الله الحمد لله احنا راضيين عليه وصلاتها هي بامتياز كنهضر على هشام كنت من العاطفة حساس بزاف رقيق بزاف تيضحي بوقتو بفلوسو بصحتو باش يرضي الاخرين هشام هذا الشبه كبير بزاف بيني وبينك وبين الام ديالك سبحان الله العظيم شنو تقول لها هذا المنبر كنقول لها الله يخليها ليا وهذا
كيعجبني الحال فاش كنحس بهم انه كيف تاخروا بيا وبانهم فرحانين بهادشي اللي كندير والله يخليها ليا. انا في الوقت ديال التحضير درت معاك بتيت غينيون وقلتي لي ماما دعمتني بزاف في بعض الاوقات اللي تخلى عليا كل شيء هي اللي لقيتها في جنبي. بصح فعندك واحد العلاقه فيري سبيشال نقول لك بلونجلي بينك وبين الام ديالك. بصراحه عندي نعم. علاقه الحمد لله كنعتبر راسي فيري لاكي ان عندي ام بحالها لانها يعني كون ما كانش عندك ام بحال هكذا بهذا الدعم اللي هي دعمتك ما غاتوصلش لهذا الشيء وصلتي نهائيا صراحة لأن هي اللي عطاتني الثقة ديالي في النفس هي اللي عطاتني هي اللي عطاتني الذوق و لا فيزيون ارتستيك تبارك الله عليها. كنت عارفة قالت لك شكون كتخربق هشام غير غادي هادشي غير كتهول نهائيا واخا باش كنغلط واخا باش كنغلط واخا باش كتشجعك وانت غلط وتشجعك وانت يا ما يعني كتخليني نغلط ونتعلم مي ديما ديما كنت كت المونكوراج افير سكو جو في. نعم. الاب ديالك كي داير علاقتك معاه؟ مزيان الله يخليه ليا حتى هو كيدعمني وحتى هو الحمد لله من بعد ما انني وصلت اللي انا وصلت ولا كيشوف بان حتى هذا مجال يقدروا ينجحوا فيه الناس ويقدروا يوصلوا فيه وتا هو كيتاخر بيا الحمد لله. نشوف شنو قال عليك؟ نشوف شنو قال عليك. انا الاب ديال هشام بن سليمان. انا فخور بولدي اللي وصل لهذا المستوى في ديزاينر. وولدي كشخص منذ الصغر ديالو هو مولوع بهادشي ديال الستيليزم. كان مولوع بلي روفو يشري لي روفو. كنت متخوف من الاول على هذا المسار اللي ماشي فيه ولكن برهن لي سنه على سنه برهن لي تبارك الله عليه على التحفيز ديالو في هذا المجال واللي كتبنا ولدي كشخص كان عقيق كان عنده لافيناس عنده ذوق رفيع. هو قال كان متخوف عليك في الاول يعني ما كانش مشجعك ولكن يمكن الام شافت فيك الحوايج اللي ما شافش فيهم الاب ديالك. داك التخوف كان ربما توا عن حب كان حمايه حمايه لك. اكيد اكيد نعم. اكيد انا كنت في الاول اليبوك كانت هذا شي حاجه اللي هي فريستران بور مو ولكن كنت فاهم هذا الشيء بزاف لانهم كيبغيونا احسن حاجه ونكونوا احسن في لي بوست لي ميور دونك كنت فاهم التخوف ديالو من هذه الناحيه. ولكن الحمد لله شنو تقول له؟ كنقول له الله يخليك ليا وانا كنفتخر انه فخور بيا. لا وشنو تقول له بالنسبه للمسار ديالك يعني دابا الان الحمد لله يعني برنامج فولورز على شاده تي في كمصمم عالمي يعني بزاف ديال لي زانترفيو صحافه الشهره نجاحك كذلك ومسار اللي هو ماشي سهل رغم صغر السن ديالك. يعني اكيد انا هذا كنبغي يكون مثل للناس اللي بغاو يتبعوا في هذا المجال واي مجال بغاو يديروا. خلينا مع باباك شنو تقول باباك؟ كنتمنى انني غيرت الراي ديالك وكنتمنى انه نكون كنشرفك وبان هذا الشيء اللي كندير كتفتخر به والحمد لله كيف قال هو الحمد لله. نعم الاخ ديالك عندك واحد العلاقه ديال الصداقه بينك وبينه بزاف صيفط لك واحد الرساله نشوفوها. Bonsoir, Belsimane Mohamed. Petite vidéo ce soir pour vous parler de mon petit frère Hicham, notre artiste. C'est vrai qu'il fait partie des rares personnes qui arrivent à vivre de leur passion. C'est quelque chose que je respecte beaucoup. Il s'est battu pour vivre sans rêve. Make it happen, comme il dirait. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul à force de persévérance. Et Hicham, sache qu'avec maman et papa, nous sommes très fiers de toi. Et Allah yesahel alik, je t'aime beaucoup. Alors, هذا خوك الكبير. العلاقة نتوما مصاحبين داعمك واش عنده واحد العلاقة ديال لا يعني بروتيكتور دير هذه ما ديرش هذه اسمع ليا اش كنقول لك ولا كيخليك بخاطرك؟
لا هو احنا عندنا علاقه الحمد لله اوني لايك بيست فريندز. كنصحوا بعضياتنا مي كنحترموا بعضياتنا والسيف كل واحد والمجال ديالو الشوا ديالو يعني كيحترم الاختيار ديالو ما الا بغينا نشبهو يا اما ماماك ولا باباك هو بحال شكون مش بحال باباك بحال باباك دونك خايف عليك اكزاكتوم نعم. إلا كيشوفني درت شي حاجة اللي هو غادي يضرني بيان سور كيقول لي كيخاف عندك اكزاكتومون ما ديتيش معاك الميريكان شحال من مرة كنقولها ليه ما بغاش هو بغى يرجع للمغرب على هو فين كاين دابا؟ يا باري إلا باري تخي بيان شنو تقول لهم هذا المنبر؟ كنقول لهم ميرسي بور تو ميساج والله يخليك ليا و أنا كنفتخر به والسيف في سكيلفي و وكنتمنى يجي الميريكان شنو المجال ديالو بعيد عليك؟ لا هو بعيد عليا هو انجينيور دانفورماتيك ما كنفهم في داك الشيء انا والو دونك كيلبس ليك؟ وي كيلبس بارفوا هو لو ستيل ديالو إلي بلوتو كلاسيك مي عنده دي بياس ديالي كتصاوب ليه؟ وي نعم صداقة إلى أي مدى الصداقة مهمة عند هشام؟ كاينين بعدا كاينين أصدقاء ديال بصح ولا غير معارف وصافي دي كونيسونس انا كل صراحه هشام الصداقه انا عندي بصراحه ما بقيتش كنامن بزاف بهاد الكلمه نعم. بصراحه انا الاصدقاء ديالي اللي عندي هما اللي شفتو دابا هي العائله ديالي هادو هما اللي كنعتبرهم عائلتي واصدقاء ديالي ولكن صراحه هذا كلمه كبيره بزاف اللي تقدر تقالها هكذا بسهوله اكزاكتومون ولكن كاين واحد الصديق اللي كيبغيك بزاف وصيفط لينا فيديو نشوفوا شكون السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير هشام سليمان صاحبي بزاف عندي عزيز واحد درجه كبيره نتكلم عليه كيجوج الحاجات واحده وما ثلاثه وكثر كاع ولكن كاين هو كديزاينر وهو كشخص كمصمم ذا رويال باريس تالنت ديالو ولو تالون اللي عنده باين تبارك الله عليك شي الاتقان وكرياتيفيتي خياليه وديك شي شيك و ميم طون فيستيف فهمتيني اليجنت كولورفول جولد زعما تالون ديالو حاجه باينه وكنفتخر به كانه مغربي وفي بيفرلي هيلز شي حاجه اللي ما عمر وصل لاي حتى واحد في التاريخ ديال المغرب ان مغربي عنده ستور ديالو في روديو درايف وفي الطوب ديال العالم اللي هو بيفرلي هيلز فهذا كنفتخر به بزاف هذه واحد الناحيه وكشخص الظرافه ديالو ولا الاخلاق ساميه وصراحه باينه فيه غير التعامل ديالو كيفاش كيتعامل مع الناس اللي مشهور واللي ماشي مشهور واللي هادي انسان طبيعي متواضع اخلاق ساميه فهمتيني ما عمر تشوف معاه العيب هادي شي حاجات اليوم قلال في هذا الدومين ديالنا سبيشالي ديال انترتينمنت وهادي فلهذا عندي عزيز بزاف وبرافو عليه والله يكمل عليه بالخير وكلنا مغاربه خصنا نفتخروا به وندفعوا للطوب ان شاء الله هو ديجا في الطوب ومزيد ان شاء الله من التالق اي لاف يو برادر وان لاف رضوان الوغ رضوان هو كان كلمه في حقه هو الصديق المفاجاه اللي درنا لك اكيد كنجولوا تحيه كبيره من هذا المنبر اكيد رضوان تبارك الله عليه حتى واحد المسار ديالو زوين بزاف كنت منع انه تاوي يكون عندي ضيف في المستقبل ان شاء الله وبين بانه واحد العلاقه واكيد تحيه كبيره للزوجه ديالو ليلى تبارك الله وكتلبس ليهم انا جي فو في انستغرام مؤخرا لبسوا من الرويلز كيفاش تعرفتي على رضوان ومراته تماك في امريكا ولا هنايا في المغرب في امريكا انا اول حاجه كنبغي نشكره بزاف على هذا الميساج ديالو زعما it means a lot to me بصراحة هو أنا كنشوفه كمارو في النجاح وفي الأخلاق وهو مثال زوين بزاف يعني المغاربة اللي مشهور في أمريكا ماشي غير نجاح
ناجح وعنده أخلاق وعنده متواضع وفريمون إنسان اللي مثل يكون للناس وبدا من والو حتى هو اكزاكتومون اكزاكتومون أنا صراحة هو ليستوار ديالو مانسبيغ إنورميمون وهو كإنسان مانسبيغ إنورميمون ألوغ أنا رضوان تلاقيت به في الشوت ديال الفيديو كليب ديالو بوم بوم داكوغ اللي دوك مؤخرا ماشي بزاف هي واحد عامين عامين دابا تقريبا عامين ونص ديال الفيلمينغ ديالو ومن ثم بدات الصداقه ديالنا والحمد لله لبستوها بليزيوغ بريز وان شاء الله عندنا بزاف ديال لي بروجي في الفيتور اكزاكتومون ان شاء الله دونك انا كنفتخر بالصداقه ديالو وبالصداقه ديال ليلى حتى هي انسانه لايك شيز بيوتيفول وكذلك مصممة ازياء حتى هي حتى هي عندها مسار زوين تبارك الله عندها واحد لو ارتستيك انكرويابل دونك كنوجه لهم تحيه من الشو ديالك فولورز انا بدوري كنتمنى ان هاد ان شاء الله هاد الصداقه تدوم سنين وسنين وزعني بصراحه كيكون تشجيع من شخص اللي هو كما وصل للعالميه ودار بزاف المسار ديالو ليك وانه كيعزك وانه كيبغيك وانه كيحترم المسار ديالك هذا حاجه تعطيك طاقه باش تزيد لقدام اكيد وكنفتخر بها ومسؤوليه في نفس الوقت لانه ملي كيكون الدعم بحال هكذا راه خصك تفوس السوربانسي ياك هشام ان شاء الله كاينه واحد الممثله اللي كتجمع معك صداقه وفي نفس الوقت كتلبسها قالت كلمه بالانجليزيه نشوفوا شنو قالت Hi, it's Catherine Kelly Lang here. I hope to get over there in Morocco really soon and meet everybody and enjoy this beautiful country of yours. And I want to say a few things about Hisham. He is an amazing person. I am so lucky to call him a friend. He's so kind and so nice and so generous and he's an amazing designer. Really, and he's very funny too. But I'm so lucky to have been dressed by him on the red carpets. And also I have a few of his designs, very special designs. And I love them. He is very talented and he could be very serious about his work, but that's why he's so good, so good. So keep it up, Hisham. You're doing a great job. You're fabulous. I will see you soon. And I can't wait to get over there soon. Okay, mwah. Big kiss to all. Allah, did ممثلة العالمية Catherine Kelly Lang. واللي هي كانت اشتغلت او بطله من الابطال ديال توب مودلز مشهور او المسلسل يعني من المسلسلات اللي تشهروا بزاف في المغرب كيفاش يعني ممثله معروفه وكتكلم عليك صديق كتكلم عليك هيومينمون يعني كتعرف هشام الشخص وحتى يمكن معرفتها ليك انتيا خلاتها انها تبغي تزور البلد الاصلي ديالك اللي هو المغرب وهذا شيء جميل جدا لانه وليتي صافي وليتي سفير للمغرب كنا على العلاقه هذا شرف ليا وانا بصراحه انا منين مشيت وانا كنبغي نقدم المغرب باحسن ايماج كنحس بان مسؤوليه كيف قلتي انني نقدم المغرب كسوسوا لا في لاغ ولا في الاخلاق ولا في المعامله كنبغي نوري الناس بان راه حنا عندنا بلد زوين وبان حنا الناس كنتعاملوا مزيان كان وناس زوينين متخلقين وبوكو تالون بحالك ميرسي دونك عندي علاقه انا مع لي كليونت اللي كنخدم معاهم كسوسوا مشاهير ولا ماشي مشاهير كتكون ديما الحمد لله عندي علاقه معاهم مزيانه دونك كاثرين كليلين كنت تلاقيت معاها بديت كنخدم معاهم في الشو ديال توب موديل اللي سميتو ذا بولد اند بيوتيفول دابا هشام كسوه بحال هذه بشحال صوبتي عليها؟ تقريبا ثمن تقريبا يعني غير باش تكون عندنا فكره على بشحال كتبيع لي غوب ديالك تمايا دابا هاد لا غوب كتجي 27000 دولار 27000 دولار اغلى كسوه بشحال لحد الان؟ لحد الان 75000 دولار 75000 دولار؟ واو ولكن كتدخل فيها كتدخل فيها الجاكسون جانيت جاكسون؟ لاتويا جاكسون باسكو لا روب كانت فيها سواروفسكي وكانوا فيها دي جيمون ولا ماتيغ وسي لي زور دو ترافاي ماتيغ غالية لهالدرجة 75000 دولار كاينين دي ماتيغ اللي سون دي ماتيغ نوبل و تخي غار وعاد لا برودري على ما كي بخون دي زور دي زور دونك كاينين دي روب اللي من لا ماتيغ و لي زور دو ترافاي اي بيان سور البراندينغ كتقدر تطلع
دسم امبورطون. التوفيق وتستاهل كل خير ان شاء الله. ميرسي. هشام بغيت نقدم لك واحد الوليد. تشوفوا؟ تشوفوا الوليد؟ الله هذا هشام صغير. شحال كيف عمره هنايا؟ شحال كيف عمرك؟ 3 ans. 3 سنين. 3 سنين. نعم. إلا افترضنا على هذا الوليد هذا كيوعى وغيفهمك شنو غادي تقول لي. وانتايا عندك القدرة أنك رجعتي للماضي وجلستي مع هذا الوليد، شنو توصيه؟ شنو يدير وشنو ما يديرش؟ هو ماشي شنو ما يديرش، أنا ما كان جو ريغريت ريان بصراحة، الحمد لله داكشي كله اللي دوزت سي هو اللي رجعني شكون أنا اليوم. ولكن شنو نقول له هو أن ما تشدش الهم بزاف، ما تفكرش بزاف في الفوتور وما تخوش بزاف من الفوتور. ان شاء الله كل شيء غادي يكون مزيان وغادي توصل لي. كنتي كتخوف بزاف من المستقبل؟ اكزاكتومون كان عندي بزاف ديال ومازال حتى لدابا، ولكن الحمد لله دابا سي ديفيرون والحمد لله حققت بزاف من لي شوز اللي بغيت نحقق. وهذه سنه يعني قل من قبل وليتي احسن من قبل. الحمد لله داك التوتر يمكن داك الحماس باش انك تنجح دغيا. هو اللي كان نجح دغيا، نوصل دغيا لداكشي اللي بغيت نوصل له. كاع الناس اللي هما ما ساقوش في المسار اللي كنتي باغي تتبع. اكزاكتومون. نعم. وبغيت نقول له بان لا في نو با ايتر فاسيل. نعم. بغيت نقدم لك واحد السيد نشوفه. الو هذا نقدم لك هشام بن سليمان. هشام بنس. شنو اللي كيعجبك في هذا السيد وشنو اللي ما كيعجبكش فيه؟ شنو كيعجبني فيه هو ان قلبه بيض وكيبغي الخير للناس وكيبغي يشوف الناس كلهم ناجحين. اللي ما كيعجبنيش فيه هو ان كيدير بزاف ديال الخير في الناس وكياخذ بزاف ديال ماشي كنتمنى ولكن كياخذ بزاف ديال من الوقت ديالو من الصحه ديالو بوغ لي جون. ومالوغوزمون الناس ما كيقدروش هادشي، كياخذوه كضعف ولا كياخذوه كانني جو سوي ايديو ولا ما كنفهمش. الوغ كو انايا هاد لا بونتي ديالي باغفوا كتاخذ بزاف مني. دابا وليتي كدير شويه توازن اكثر شويه. مي كانوا الناس كيبروفيتيو فيك. اكزاكتومون. بزاف باقين بزاف وي على باقين. ما كاين مشكل. جوستومون وهذه شي حاجه خديتها من الام ديالي. ما طيب كنقول صافي بلو جامي هذا، ولكن كنرجع وكناكلها عاوتاني وكان هذا مي ان شاء الله جيسبيغ كسوا شونجي. لا الانسان يكون طيب معه ولكن مع الناس اللي يستاهلوا. اكزاكتومون. ماشي كلشي كيستاهل تكون معاه طيب. اكزاكتومون. اكزاكتومون. فاش كنجي نشونجي ونهذا كيقول لك راه حاسب راسو وما مزيانش دونك دابا جو سوي في ذاك لا فاز ديال تخوفي اون بالونس. نعم. مازال ما لقيتش ذاك التوازن بين غادي تلقى ليكستخيم ليكستخيم. اكيد غادي تلقى ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله. هشام كانت اول زبونه ليك في امريكا انستاغ معروفه وانت ما عارفهاش وصوبتي ليها كصوب 8000 دولار. احكي لينا. نخليك انت تقول لنا شكون هاد لاستار. هادي سيتي نعاود لك ليستواغ ولا نقول لك لاستار ديريكت؟ ليستواغ باختصار. الوغ هادي سيتي في لوس انجلوس، كنت يلاه جيت مازال ما كان عندي لا ماكازان لا والو. دونك كنت في واحد لاسواغي جا عندي واحد السيد قال لي راه عجبني هادشي اللي لابس، شكون اللي شنو هو الديزاينر؟ قلت له انا هو الديزاينر. قال لي صيفط لي الديزاينز ديالك، راه انا عندي اون كليونت لي كروكي ديالك، راه انا عندي اون كليونت يمكن لها تكون انتريسي. دونك افكتيفمون صيفط له لي ديزاين ديالي، عجبوه وراهم لا كليونت ديالو. ثقتي فيه؟ ثقت فيه حيت انا كنخدم بزاف بالفيلينغ. اوكي. وحسيت بان شي حاجه بصح لي كيهضر معقول. اكزاكتومون اكزاكتومون. نعم. والواحد ديما خصو يدفع على الله و هذاك الشيء اللي كاين. شكرا على الله. ومن بعد دونك 4 ايام من بعد عيط لي قال لي راه لا كليونت ديالي عجبوها هذاك الشيء اللي كدير وهذا بغات تشوفك.
قلت له شكون هي لا كليون ديالك؟ شفت لي التصويره باش نشوف انا لا فورم ديالها لا كولور دو بو كما كنعرف شنو نرسم لها. قال لي هادي ما نقدرش نقول لك لا حتى شي معلومه. قال لي غنصيفطك ان شوفور غادي يجي يهزك. دونك دو جوغ ابخي صيفط لي افيكتيفمون ان شوفور. مشيت معاه طالعين في الهيلز تكتب عليا واحد الدار كبيره. صيفط لك الشيفور ركبتي معاه ما خفتي ولا ما قدر يعطيني لا ادريس لا والو. مشكل ولا يخطفوك. انا عندي مع هاد المغامرات. اكزاكتومون. دونك صافي شفت الدار كبيره جو مسوي دي هذا سي كيلكان تريز امبورطون. افكتيفمون دخلت كانت سيكيوريتي تو كندخل كنلقى جينيفر لوبيز. Et c'était là la surprise pour moi. Jennifer Lopez quand même. Oui. Mais alors, là, أنا كنت من الداخل كان هذا ولكن من برا. منين شفتيها بأنه بالفعل جينيفر لوبيز شنو قلتي مع راسك؟ J'étais très impressionné ولكن en même temps هي إنسانة اللي قريبة للقلب. هي الصورة دي الكسوة اللي صوبتي ليها؟ Exactement. Voilà. كانت هذه الكسوة هذه. Exactement. نعم. C'était في لا سواغي اللي دات ليها la Vanity Fair de les Oscars. D'accord. En 2013. Donc voilà, j'ai من القطع اللي كنفتخر بها. كانت معك قبيحة ولا ظريفة؟ جوستومون هادشي علاش خلى داك الاكسبيريونس تكون سموث. كانت اكسبيريونس اللي كان عرفتك مغربي عربي لأنه في تجربة مغربية. لا هي تحابة واش أنا لاتينو. داك تهضر معايا بسبلونية. نعم. قلت لها لا انا من المغرب. قالت لي كيعجبني المغرب بزاف وكان جهه الموروكو مول. نعم. دونك الحمد لله كانت ليكسبيريونس مزيانه و اون ايو تيلمون دو زعما اون كونيكسيون كو عدات عليا ليفينمون ديالها. لي شوز كي غار افيك لي ديزاينر انهم يمشيو معاهم مع لي ستار. دونك سيتي سا. شحال خدات لك الوقت هاد الكسوه؟ اون سومين. سيمانه صافي صوبتيها خيطتيها صوبتيها كل شيء. كان قريب. كان قريب. دونك خلصتك ديك الساعات ولا خصك في الخلاص؟ لا خصني ديك الساعات. لا خصني ديك الساعات. هما كتخدم مع من بعد كتعامل مع لي زاجون ديالهم اكسيتيرا. نو سيتي ما كانش مشكل. سيتي بروفيسيونيل. لا ما كانش مشكل. هشام غندوزو الفقره المواليه واللي هي سمعنا باللي الوغ سمعنا باللي وليتي مؤخرا سفير لواحد الماركه عالميه ديال الاحذيه واللي هي ايو. واش بصح؟ بصح وهذا الشيء كنفتخر به بزاف. هما ماركه عالميه افكتيفمون ديال عالميه فمرات تقريبا اكثر من 40 سنه. اكزاكتومون. وكلهم الشوز ديالهم ميد ان ايطالي. وهذه سي اون كولابوراسيون اللي انا كنفتخر بها بزاف. علاش هما بالذات؟ يعني جاوك دوطخ كولابوراسيون ولكن انت اختاريتي هاد يعني هاد الشركه هذه بالذات حيت هما مغاربه؟ هو صراحه انا ما كنتش عرفتهم هما مغاربه في الاول. انا سيتي لا ريبوتاسيون ديالهم ومشيت للمانيفاكتوري ديالهم اللي هي فين كيصاوبوا لي شوسور ديالهم. نعم. وتبهرت ب اتصلوا بك من دبي. اتقان العمل. اكزاكتومون. نعم. من دبي والاتقان ديال العمل ديالهم ولو ريزولتا كنت صافي سيتي هذاك هو لو بوان اللي جاني. وقتشتي البرودوي اقتنعتي به. يعني مثلا انا غنعاود نسولك سؤال بطريقه واحده اخرى. الا مثلا جات عندك شركه يمكن غيعرضوا عليك اون كولابوراسيون بملايين ديال الدولارات ولكن لو برودوي ما زوينش، واش غادي دير معاهم كولابوراسيون ولا لا؟ جامي. وهذا انا تعرضوا عليا بزاف ديال لي زوفر. اتخ لو فيت كو انا في بيفرلي هيلز لوكيشن العالم بغى انه يدير الكولابوراسيون العالم غيكون تما. مي صراحه انا كنت تكونتاكتيت مع لاجون ديالهم ومن بعد عاد تلاقيت مع احلام وهشام اللي بالناس اللي هما الناس انا كنفتخر بالمعرفه ديالهم. اصحاب الماركه. اكزاكتومون. وانا كنفتخر بالمعرفه ديالهم. هي الان هذه الماركه كاينه في المغرب؟ وي. عندهم ان ماكازان دابا في المغرب كازابلانكا. وانت غتحط الاحذيه ديالهم في الماكازان عندك في لوس انجلوس. في لوس انجلوس. هما عندهم لا روب ديال كاتين كاري بور لي بالضبط. مصابين من ايدي مغاربه. هذا الشيء غادي يلبسوهم دي ستار امريكان. برافو عليك. كاترين في لا كوفيرتور ديال الماكازين كانت لابسه ايو شوز مع لا روب دو رويالز. Très bien. Oui. Alors, semaine belli, compte sponsorisé par Max Azria. Donc, qu'est-ce que tu as Max Azria, هو designer ديال BCBG. كنت كنخدم معاه في ديزاين ديال رانواي ديالو. والحمد لله خديت خبرة من عنده. خديت كان المنتور ديالي. كنتي خدام ولا غير ستاج؟
لا كنت خدام معاه كنت خدام منتور وكان هو منتور ديالي كان هو اللي كي اللي علمني بزاف ديال الشوز في الديزاين بزاف ديال الشوز في 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 هو تبناك اكزاكتومون هو كان كيقول لي انا كنفكروا به فاش كان صغير دونك هو ما عندوش ولاد عنده غير بنات دونك كان كيعتبرني بحال ولده نعم دونك وابخي وكيفاش يلتا سبونسوريزي ستادير Alors, sponsorisé dans le pour sens événement, là, sponsorisé dans le sens, je quand je suis allé aux États-Unis, à un moment qui risque pour travailler, il faut avoir soit green card, soit une visa, soit un visa. Ah, soit... d'accord. دونك فوالا دونك هو سبونسوريزي دون لو سونس انه هو باش نقدر نخدم تما خصك تكون سبونسوريزي باغ اون كومباني داكوغ تخي دونك ماكس صغيره شحال دامت هاد الشراكه بيناتكم؟ دو زون عامين نعم ومن بعد انطلقتي اكزاكتومون الوغ جوستومون ملي كنتي في امريكا من يلاه جيتي لامريكا كنتي كتلبس انت تبارك الله ما من ناحيه الجمال راك جميل وسيم ما عندنا ما نقولوا عندك واحد الهيبه اللي هي زوينه شكرا ملي كنتي كتلبس زوين بزاف وكتمشي دي زيفينمون وانت ما معروضش غير باش دير علاقات اكزاكتومون هذه وحده شجاعه منك اكزاكتومون هذه كانت في صراحه دوبي ان بون مومون كنت ما عرفتش تجري عليك قال لك لا ما كاينش في لا ليست كيفاش كنتي كتدخل لا كانت كتوقع لي بعض المرات كنمشي كيقولوا لي رجع ما كاينش لا ليست ما كاينش هنا ولكن لا بليبار دو طون كنلبس مزيان وكنمشي وكندير بوكر فيس سيتادجيغ كنمشي جونغ انا في لا ليست واحد الثقه بالنفس الثقه بالنفس عاليه باش انا في لا ليست راه كاين شي غلط كنت مخلوع اكزاكتومون كنقول راه يجريو عليا مي عمرهم جراو عليك بكل صراحه لا وقعت جراو عليك دي زيفينمون وقعت لي ماشي جراو عليا ما كيخليونيش ندخل تو سامبلومون كيقولوا لي لا ما كاينش ما كاينش ما تدخلش دونك وقعت لي مي ما عندهاش ما كاين كتدخل وكتمشي بحال كلك بحال في الافلام كتدخل كنمشي شي بلاصه الكوزينه ولا من الكولي لا صافي كيقولوا لي لا لا صافي كتمشي بحال تي ليست طومبي مي كنمشي عاوتاني شي حاجه اخرى مي كنت كندير هادي بزاف باش نتعرف على ناس باسكو هذا هو لو سكري هو انك ديما تمشي تقلب على الفرصه ماشي تستنى الفرصه انها تجي لك ماشي تبقى جالس وتقول انا ما عنديش الخدمه ولا انا ما وصلتش ولا انا الا عندك ان تالون فين ما كنتي ولا عندك حلم سير ليه ما تستناش انه يجي لك سا سا انا هادي هو الميمو ديالي دوبي توجور سمعنا باللي في الشهر الاول ديال الكراد المحل ديالك اللي هو كريتيه ب 30000 دولار قدرتي على انك تنجم وتدخل الفلوس ديال الكرا بل شط لك حتى واحد 5000 دولار درتي بها الحفله احكي لينا اكزاكتوم الوغ انا فاش كنت درت المحل ديالي بيفرلي هيلز كنت مع البارتنر ديالي في ريفيير اللي كنوجه له تحيه من فولورز كنت مغامره بصراحه لانه كان الفلوس ديالنا ديال اللي جمعنا حياتنا كلها حطيناهم تما هشام كاري ب 30000 دولار للشهر راه بزاف وهذا هو لو بخي بوغ اتخ في بيفرلي هيلز انايا هذا هو لو بوت ديالي كان انني نمشي بيج كيقول لك في الامريكان ايذر جو بيج او جو هوم سير كبير ولا سير داركم دونك هادشي انا كنت بغيت ندير دونك انا الديزاينز ديالي سي 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 دو لوكس اتس لايك لوكجري دونك دون لو سونس ان او فري سونس دو تيرم لا لا لي ماتيير ولا لا مان دوفر ولا كلشي دونك كنت بغيت نحط راسي ان نيفو اللي هو فوالا اكزاكتومون حيت لوكاسيون لوكيشن فيما دير مهمه بزاف نعم الا درتي في لوكيشن وحده اخرى كتحط راسك في واحد لو نيفو معين دونك هو ماشي هو اللي كتحلي انت بيفرلي هيلز ذا توب دونك انا اي ونت تو بي ان ذا توب وعارف هادشي من الاول دونك هذه كانت مغامره والحمد لله الله ما خيبنيش ولكن ما كانتش سهله كنت وبيفرلي هيلز ما كي كلها ما كاينش فيها العرب نهائيا دونك باش تدخل ديجا كانت انت هي العربي الوحيد اللي في بيفرلي هيلز دونك كانت هذه بحد ذاتها كانت تشالنج كبير بزاف انني كبير بزاف نعم مي الحمد لله الله وفقني كان عندي اصدقاء ديالي كان عندهم الين فريدمان كان عندهم واحد المغازان ديال المجوهرات و مالوغوزمون كان جا انا ريكارديا ومات
سافام هي اللي عطاتني هي اللي خلاتك انك تاخذ المحل ناخذ المحل في عوتهم. نعم دونك فوالا كنت خديته و زعما جسوت على لوكازيون داكشي اللي كان هو اللي حطيت وعارف راسي بانه نقدر نخلص الكراب بوندون 3 موا صافي. وبديتي كدير لي طرافو بيديك اكزاكتومون سباراج ليج سبرت للفيرين رومز كاريب 30,000 دولار وكان عيد لصحابي عاونوني نعاونوك صحابك كنت كنلقى في المغازن حتى 4 ل 5 الصباح سورتو ديكوراسيون تاعي من راسك لا ديكوراسيون كلها انا البارتنر ديالي في ريفير اللي درناها من اي تو زي دونك كل شيء كان المغازن كله اون كونسيبت كان ديزاين بزاف انا شفت بعض الصور ميرسي بوكو ميرسي دونك كان لو تيم كو جو فولي اي فوالا كان تشالنج بزاف وكنت حليت وما كانش عندي لا فوندور ولا فوندوز كنت انا يا براسي انت كنتي كتبيع وتشري وكل شيء اكزاكتومون ولكن الحمد لله يعني كانت ديك الساعه اول جاتك اول زبونه من الفيسبوك كوموندات من عندك 7000 دولار ديال ما بين كنظن جوج كساوي اكزاكتومون ودي شابو اييه دي دو قلت الحمد لله شابو قلت الحمد لله الحمد لله كتحس بان رضات الله ورضات الوالدين معاك باسكو دي شوز كيوقعوا اللي هما ما كتكونش كتنتظرهم نهائيا ولكن الحمد لله الله كيجازي كل واحد بحسن العمل ديالو بعد بعد درتي حليتي عاد درتي الحفله من بعد اكزاكتومون دونك حليتي هاد الزبونه ديال ميامي من بعد ولاو الناس كيدخلوا من الشارع كيدخلوا لعندك تي كوموندي كيجيو كياخذوا من عندك دي غوب اللي هما ديجا بخيت دونك ياخذوا من عندي بديت كناخذ دي كوموند بشويه بشويه خلصتي كراتك الحمد لله شاط لك 5000 دولار 5000 دولار اللي بقات لك قلتي خصني ندير حفله فوالا علاش فكرت على انك دير حفله مهمه كانت هذه الخطوه يجي مهمه بزاف حنا عندنا في المغرب الا تجوج شي واحد كيدير عرس باش كيدير اوفيسيال راه حنا مجوجين الوغ كو تو بو تماري عادي في هذا دونك هذا سيتي باش تعلن لي جون بان راه كنت راه جو سوي بيفري هيلز جو سوي اوفير عيط للبريس عيط للميديا وهادشي علاش كيخص ديما يكون عندك علاقات مزيانه مع الناس باسكو هادو كلهم ناس فاش دارت الحفله ما كانوش عندي الفلوس باش ندير حفله والحفله في كان ايفينمون كوم سا في بيفري هيلز راه قليله 20,000 دولار 30,000 دولار قليله درتي ليها دونك هنايا عيش لا لا انا حتى الطياب ما عنديش معاه لا دونك لعيت الاصدقاء ديالي كنعرف من البريس من الميديا من المشاهير اللي خدمت معاهم قبل ما يكون عندي محل كل شيء الحمد لله جا فابور وكل شيء كان مساعد انه يعاونني وكانت عندي علاقات معاهم مزيانين وكان عندي حلوه مغربيه ولا حلوه ديالهم لا هو درت حلوه ديالهم درت درت اون بياس مونتي اون ماكارون اللي كنت الاصدقاء ديالي هما اللي عندهم ماكارون في عندهم لا جوغي في بيفري هيلز وهما اللي داروا لا بيس مونتي وهذيك هي كانت البدايه ديال لافونتور والحمد لله دابا شحال من شخص حليتي تماك دابا راه اولموست 3 ييرز 3 سنين دابا انا تبارك الله وأنا الماركه ديالك سميتها ذا رويلز يعني الملوك علاش هاد السميه؟ هاد السميه كانت انسبيري باغ لو فيت كو فاش كنت انا في ليزيتازوني فين ما كنمشي كتحبوا مش انا من شي عائله شي زعما برنس ديما كيقولوا او ذا جاي فروم ذا رويال فاميلي از هير سيتي بارابور لا فاسون كومون جو مابي انا عندي ديما واحد لا سيناتور وانا كندير مونطو فوق كتافي صافي هذاك لو ستيل رويال وستي سيتي انني بغيت يكون لا مارك ديالي لايف ستايل انا لايف ستايل رويال اللي يلبسو يحس براسو ملكي اي ايفيكتيفمون اللي كيشوف لي توني ديالي كيقول لك او سي رويال قبل ما يعرفوا كاع لو نون ديال لا مارك دونك هذا هو لو بوت و سيتي اكزاكتومون اكزاكتومون حنايا جوج في لا مارك دونك قال ذا رويالز غادي تجي هي هذيك شنو الالوان اللي كيعجبوك بزاف؟ انا بزاف كيعجبني النواغ دوغي النواغ والدوغي الكحل والذهبي هذا هو لا سينيور ديالي ملكي دونك خص الدوغي اكزاكتومون انا الدوغي اي حاجه دوغي سما جيم بوكو سمعنا بانك تصور الان تيلي رياليتي مع في اتش 1 اكزاكتومون كاين على التجربه ودايوغ راه هما جاو لهنايا كيصوروك هنا في لي كوليس اكزاكتومون كيفاش يعني وعلاش انت بالضبط الوغ عيطوا لي هادي واحد العام دابا باش عيطوا لي عجبهم شافوا من 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 السوشيال ميديا ولا الشو اللي كندير كندير دي شو في لي زيتازوني كنهضر على 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 لا مود وعلى لي زيفينمون جينيرال عجبهم البروفيل ديالي عجبهم لا مارك اون جينيرال
واتصلوا بيا قالوا لي بغيت نديروا معاك شو على لا فيديو ديال كل نهار توري الناس على لا مود على لا لايف ستايل ان جينيرال دونك عجبتني الفكره وهذا اوسي سي بون شوز الماركتينغ يعني ما ديرونجيكش انهم كيتبعوك النهار كله كاع داكشي اللي كيدير عساني كيخترقوا الخصوصيه ديالك سي فري متعب بزاف ولكن كاين pros and cons كاين اللي زوين فيه وكاين الخايب فيه تخيل كل شيء هشام لا عندي دي شوز اللي انا كنقول لا فيهم وكاينين دي شوز اللي كيجيوني وهما كيبغيو شويه ديال الدراما كيبغيو شويه ديال هذا انا هادشي ما كيعجبنيش اون جينيرال ما كيعجبنيش ندير البوز بشي حاجه شي تيلي رياليتي نيت ولا غير كيطلبوا منك انك تمثل شي حوايج هما ما كاينينش وهو اون جينيرال يا سي اون رياليتي ولكن ديما الواحد دوفون الكاميرا ما كيكونش 100% راسو ما كرهناكش تبكي لينا هنا ما كرهناكش تضحك لينا ياك مره انا هادشي اللي صعيب عليا شويه هو انني ندير دي شوز اللي هما ماشي بصح كدير هادشي ولا ما تديروش كاينين شي حوايج كنتفق معاهم فيهم لان غادي نوصلوا ان ميساج موراهم الميساج اللي كنتفق عليه كان هذا الى ميساج اللي هو ما عندوش حتى علاقه منك انت يعني علاش اهتموا بهشام بانس مصمم الازياء المغربي العربي علاش صراحه سيتي فاش درنا الميتينغ قناه امريكيه اكزاكتوم هو فين كاين ريل هاوس وايفز وكارداشيانز هما شنو بغا يوري واللي عجبهم ضيق في البروفيل ديالي هو فاش درنا ميتينغ هو ان اولا شكل ايزوندي اي اوسي ما عندهمش لا كولتور ان عرب في لا تيلي رياليتي لهي دونك كداروا ايرانيين داروا ارمينيين تسموا بجنسيات اخرين اول مره اول مره غادي مغربيه اكزاكتومون دونك هادي وحده وثانيه ان عندي ديما دي شوز عندي دي زيفينمون شاك جور عندي كنخدم بزاف مع لي سيليبريتي بغاو بزاف ديال هاد بغي يشوفوا هاد لو موند غلامور شوف عربي لا جيد ان ديزاينر اكزاكتومون يعني كما تشوف ديفيرونت وجه ديفيرون الكونترا معاهم شحال ديال الوقت الكونترا معاهم بوندون ان اي دمي عام ونص غتجدو ولا غتحبس ان شاء الله دابا حنايا كنصوروا دابا ربع شهور جوسكا بريزون الحمد لله سي بيان صافي نشوف اكزاكتومون انا غادي لا ما ندمتش ولكن غادي نقرر نهار يخرج لو شو فاش نشوف كيفاش داروا هادشي كله هي التصوير عاد غادي يديروا الايديتينغ دونك لو ريزولتا هو اللي غادي يخليني نقرر واش نكمل ولا لا صافاش وما تنساش بانك غادي تولي مشهور اكثر واكثر يعني التري رياليتي عندها الجمهور ديالها اللي هو أولي الباباغازي رد البال هاد الأمور هادي راه ماشي سهلة هذا الشيء اللي كان أنا مولف بالباباغازي أنا كنخدم عليه سيليبغيتي ولكن هو أنا لو بوت ديالي من هذا هو أن الماركة ديالي تشهر هذا هو لو بوت ديالي هو أن الماركة ديالي يعرفوها الناس أن الماركة ديالي يإمبريسيوها الناس أنهم يشوفوها كوم لايف ستايل كيف كنشوفها أنا هذاك هو الحلم ولو بوت ديالي الهدف ديالي من هذا الشو واخا راك حليتي باب كبير وصعيب و ان شاء الله يكون خير ان شاء الله نعم سمعنا باللي مثلتي في مسلسل امريكي سميتو لوف اند هيب هوب اكزاكتوم يعني احكي لنا على هذه التجربه راه هذه التجربه كانت في الاول السنين اللي كنت فيها في لوس انجلوس كنت في لاصال سبور وجا عندي واحد المخرج قال لي جبني البروفيل ديالك هذا واش عمرك مثلتي قلت له لا ولكن عندي اكسبيريونس مع الكاميرا بارابور التي في شو داكشي Donc, effectivement, Galia, j'ai pour une audition, je suis pour une audition, je vous rends, je vous rends un casting, je vous rends un rôle. Je suis qui d'ailleurs? Je suis un bartender, je suis un barman, ou je suis le meilleur ami de Ray J, c'est un rappeur américain. وكنت زعما كنعطيه نصائح بارابور سا غولاسيون مع صاحبته وهذا ودراما اكسيتيرا ودائما تيديروا يعني البارمان بانه بحال طبيب نفساني بالنسبه للناس اللي هما تيجيو وتيشربوا هذا اكزاكتومون وانا كنهضر معاه هي تجربه كانت زوينه ولكن انا عرفت بها بان التمثيل ماشي مجال صعيب جاك صعيب نخلي راسي في الديزاين ماشي صعيب غير هو ماشي ديالي داك الساعات ديال التورناج وبارفوا عندهم تما البروديوسرز عندهم واحد الكاركتير شويه ماشي هو هذاك دونك انا الا عطاني شي واحد تهضره ما عجبتنيش كنخرج في حالي شفتي راسك من بعد ما خرج المسلسل ولا مازال؟ لا خرج دونك ملي شفتي راسك كممثل عجبك راسك ولا لا؟ انا ما كيعجبنيش راسي نشوف راسي في التلفازه نهائيا ملي شفتي هشام ممثل كيف جاك؟ بكل صراحه
انا بصراحه ما قدرتش نكمل الحلقه ولكن عجبني ان كنت زي ما قلتي 4 شهور شحال الحلقه الحلقه الاولى ما قدرتش نكملها باسكو ما كيعجبنيش نشوف راسي في التلفازه ولكن الناس كيقولوا لي بان الناس تي تري بيان واصلا كنهضر على هشام ما بين هشام المصمم الازياء وهشام الممثل كيعجبني راسي اسم مصمم ازياء كنحس براسي لا ما عجبنيش داك مو جيتي راسي كتصنع ولا يعني كيف جيني راسي ماشي ديالي ماشي اكزاكتومون سي با ناتوريل انا از ديزاينر شي بلو ناتوريل ك ممثل نعم سمعنا باللي غادي تخرج البارفان خاص بك هشام واش بصح بصح هذا انا شو فيري اكسايتد بارابور هاد البارفان باسكو انا شو ان اكسبير ديال البارفان كيعجبوني البارفان بزاف وتحت لي الفرصه مع واحد لا سوسيتي كيفاش عرفتي اكسبير ديال كان اكزاكتومون سيتي ا باري مع لا سوسيتي اللي كنت معاها هنا كنتي كدير لو تيست كتشم بزاف اكزاكتومون سي بون اختاريتي الخلطه اللي نتايا باغي دير وي الحمد لله ام فيري اكسايتد اباوت ات وعجبتني بزاف باسكو كيخصك تخلي واحد المده باش تعرف لو ريزولتا فينال و effectivement le résultat the royals perfume the royals lit exactement perfume. exactement the royals okay. perfume ça ça rentre في lifestyle le parfum ديالو يعني غادي هو سكري ولا غادي يكون شويه سكري مي هو عود امبري كيعجبني هاد exactement كيعجبني هاد هاد السنت هاد لي نوبل رويال exactement exactement انا يا كيعجبني هاد لي بارفان دونك هذا هو غادي يكون ان بو لو تيم ديال البارفان حتى لا بوتي ديالو افيك بليزير ديال العوائل غادي صيفط لهم البارفان ان شاء الله حتى لا بوتي زوينه هو غادي يخرج البارفان البارفان غادي يخرج ان شاء الله في مي في مي غادي يكون كيتباع في المغرب ولا لا ولا سوغ انترنت انا كنهضر في غادي يكون كيتباع في ايطاليا كلها غادي يكون كيتباع في ميسيز وبلوميندالز وفي المحل ديالي وفي باري في المغرب انا كنهضر مع واحد سيده اعمال معروفه ان شاء الله انا نجي معها يعني تحطوا غتلقاو في المتاجر اكزاكتوم الكبرى اكزاكتوم الله يوفقك ان شاء الله أنا. القرعه اختاريتي الشكل ديال القرعه الشكل ديال القرعه غادي يكون ديما في سكو جيم نواغ اي دوغي نواغ اي دوغي اكزاكتومون مي واحد لا كومبوزيسيون اللي هي زوينه بزاف نعم غادي ندوز الفقره المواليه واللي هي بدون فلتر الو هشام بدون فلتر يعني يا با دو فلتر اللي كاين كيتقال بكل صراحه كيف ما حنا يتعودنا عليك الو عرفنا بان مني مشيتي لفرنسا قضيتي شي مات اللي هما شويه صعاب غنقولوا سنوات واحد 3 سنين حتى وصل الوزن ديالك 110 كيلو وهذا الشيء كله حيت ما كانش الدعم ديال الاب ديالك في ديك الفتره هو راه قالها في الفيديو كان خايف عليك ولكن انت كان الدعم ديال الام ولكن حسيتي بيه بانه هو خصني الدعم ديال الاب ديالي وهذا الشيء خلاك ما كنتيش وحدك واش هذا الشيء بصح هو اون بارتي منه بصح ولكن اون بارتي منه اوسي هو ان كنت كنعيش واحد لا ديبريسيون اللي كنت من بزاف ديال النواحي من ناحيه ديال المجتمع اللي كنت فيه المجتمع شنو كتقصد المجتمع فرنسا كنقصد بان جوج فرنسا والمغرب فرنسا والمغرب هو ان ما كنتش كنحس براسي انا كنتمي لهذاك المجتمع لانه الايدياز اللي كانوا عندي لي زيد اللي كانوا عندي ولا الرغبات اللي كانوا عندي في الديزاين ولا لو نيفو دو في اللي كنت بغيتو ما كنتش كنحس براسي انا في المجتمع اللي كنتمي ليه كنتي كتحس بالعنصريه في فرنسا بزاف انغمام وي وي ميز عنصري واصلا وانا كنت في لانجستري ديال لامود وهذاك الميز العنصري ضربوا في 100 حتى في بارابور كيجيو فيك داك العربي حتى لابارونس ماكري اكزاكتومون عربي ولابارونس ما كتحسش براسك انك كنتمي لو نيفو ديال لو ميليو ديال لا مود دونك كان هذا شي صعيب كيعلمك هادشي ديالي اكزاكتومون وهذا كان حفزني انني نعطي بلوس ونبرهن لهم بان يمكنك تكون عربي ويمكنك تكون no matter what your physical appearance الشكل ديالك ما كيهمش الشكل ديالك الخارجي يمكن لك توصل ويمكن لك دير البصمه ديالك في العالم ديال اي عالم عالم ديال اي اندستري لاك يكون لا مود ولا طب ولا وات ايفر اي ايفيكتيفمون الحمد لله برهنت بان هذوك الناس اللي كانوا كيقولوا لي بانك ما غاتوصلش ولا يو نار جود اناف ولا هذا كانوا كيقولوا لك ما غاديش توصل وي
كانوا بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما غاديش توصل كيزيدوا حبطوك اكزاكتومون ولا يو نوت غود اناف ماشي بزاف ديال لي جون قالوا لي يو نوت غود اناف كو سوا ديزاينرز ولا دي جون من لا مود كيقولوا لي ما هادشي شنو كان كيعطيك اصرار اكثر باش انك تكمل اكزاكتومون بلوس هادشي كي بلوس كيعطيني قوه انني ماشي ننتقم مي قوه انني نوري لي جون ونوري راسي بان سي بوسيبل وانني نقدر نوصل دونك هادي كانت فتره صعيبه شويه كنت سد على راسي بزاف ما كنتش كنخرج كنت غير شيموا المدرسه الدار والخدمه باسكو كان خصني نخدم باش نخلص الدروس ديالي كانت الام ديالك كتعاونك بشويه الفلوس ولكن مسكينه ما يمكنش لانها تعطيك بزاف هادشي كله بتخبي على الوالد ديالك كنتي كتخدم كتبيع في بيتزا كنت كندير ليفغ كتدير دروس فرنسيه اكزاكتومون وكذلك كدير واحد المهنه اللي هي ماشي سهله كتخرج الكلاب ديال عباد الله اكزاكتومون واحد النهار هرب لك كلب اكزاكتومون عاودينا شنو بقى هذا ما غايكونش سي محمد اللي قال لك هاد وي الوغ كنت كان واحد لو سيت كنت كنتسجل فيه ديال الناس اللي غيسافروا ولا هذا كيديو اللي ما عندهمش الوقت كيعطيو الكلاب ديالهم ديجا شحال كتخرج يعني اكبر عدد خرجتي 10 ديال الكلاب دقه واحده بحال هكذاك 7-10 باغفوا 7-10 واحد النهار هرب ليا واحد الكلب هرب ليك هرب ليا كلب واحد البوكسر هذاك سيتي نايتمير سيتي ان كوشمار مي الحمد لله لقيته رجع عند مولاه للدار عقل على الطريق ما عرفش كيفاش تعيط لي مولاه قال لي راه رجع عندي الكلب خلى لي جوج كان عنده هو بوكسر ميل فيما سيدي راجع نهار كله كتقلب عليه راجع محبط صافي الكلب راه مشى باقي كنقول الكلب مشى وعد هذاك مولاه فرنساوي دونك غادي شي في الاثنين مصيبه وتاي عاد المشكل عندك مع لي فرونسي وياك دونك مي الحمد لله الحمد لله سالات بان رجع عند مولاه ومنيش مي لقيتي الكلب عنده الحمد لله عاد ارتحيت ما كانش عنده رياكسيون خايبه خاصم عليك لا لا ما كانش عنده رياكسيون خايبه كانوا تفهموا قال لي راه هذا كيطير ديما كي هذا مي الحمد لله سيتي اون بون رياكسيون خايب الوغ في كل هذا الاكتئاب وهذه الامور هذه اللي وقعت لك في فرنسا كنتي دائما يا اما الخدمه ولا المدرسه للدار ودونك ملي كنقولوا الدار كيبقى دائما غير الفيسبوك والبيسي وما كتشوف حتى شي واحد واحد النهار دفعتي واحد الاعلان واحد لا دوموند كان ديك الساعه اعلان ديال شي مدرسه في امريكا تقبلتي اكزاكتومون انت ما معولش عليها فمشيتي لميامي وتما بديتي القرايه ديالك كملتي وبديتي كتهتم بهشام ارتحت نفسيتك وفقدتي دوك 50 كيلو الحمد لله اكزاكتومون الوغ افكتيفمون كنت واحد النهار فريمون ديبريمي في باريس وطلعت لي واحد لانونس فيسبوك ديال واحد ليكول في نيويورك ديال لا مود عمرت هكذا زعما ماشي سيتي سبونتاني جابوني قالوا لي تقبلتي صيفطوا لي لي بابي انا ندفعهم لومباساد ما قلت حتى شي حاجه حتى شي واحد ميم مي بارون اي مشيت دفعت الاوراق الحمد لله عطاوني الفيزا جاي ابلي ما قلت لها راه جو بارتي اوز ايتازوني سيتي واحد لا ديسيزيون اللي هي ما فكرتش فيها جوج مرات عرفتي بحال سيتي داكشي سيتي بروغرامي جمعت اون فاليز الوغ نورمالمون فاش كنسافر اكزاكتومون سيتي حاجه تخرجي من فرنسا انا ما بغيتهاش اكزاكتومون دونك جمعت اون فاليز الوغ نورمالمون انا خصني نجمع حوايج كاملين جمعت اون فاليز ورجعت 3 سنين من بعد مشيت لميامي وتما الحمد لله فين ارتحيت وحسيت حسيت بان هادي سي سوسيتي اللي نقدر نتعامل معاها وهذاك اوسيل ميامي ولا الفايب دير ولا سوسيتي حفزتني انني نكون احسن وانني نكون في احسن لوك واحسن انت قلتي انسايد ان اوت فوالا عانيتي من المجتمع الفرنسي ولكن لقيتي بلاصتك في المجتمع الامريكي شنو الفرق بيناتهم بجوج فرق كبير مالوغوزمون فرق كبير كيشوفوك بزاف كانسان ك مغترب ولا حيت الامريكان كلها عنصرية ما عشتيهاش امريكا نهائيا كاينه العنصرية في الامريكان وسمعت بها بزاف انا عليك انت تجربتك اكيد كل واحد عنده انا ما حسيت بالعنصرية نهائيا في الامريكان انا كان عايش تما دابا صافي بيانتو 8 دونك ولكن حسيت براسي كنتمي لذاك المجتمع ومن تما بديت كنمشي للسبور كندير ريجيم كنشوف لي جون كلهم في هذاك الستيل طيحتي 40 كيلو ماشي سهله
طيحت 50 أو 50 كيلو. إكزاكتومون طيحت 50 كيلو ماشي سهلة نهائيا، ولكن فاش بديت ما هذاك أنا داير بحال هكذا، إلا حطيت شي حاجة في راسي كل شيء كيدوز في العقل، إلا درت شي حاجة في راسي كنوصل لها الحمد لله. وكنت حطيت في راسي بأنني صافي فيني لوبيزيتي جو سوي في ان دومين اللي خصني اني تو ريبريزنت، خصني نكون انا اوسي في جو ريبريزنت لا لاندستري اللي انا فيها. دونك بديت كندير ريجيم وبديت كندير سبور شاك جور والحمد لله. دونك ميامي هي هذيك باش مشيتي لوس انجلوس، وتمايا البدايه حنا اللي عارفين ميامي نيويورك ومن بعد لوس انجلوس، وتما حسيت براسي لوس انجلوس المره اللي مشيت حسيت براسي شي موا صافي كاع عرفت راسي الحمد لله تما ان شاء الله بغيت نعيش والحمد لله دابا صافي بيانتو 5 ans كنا تما. هشام الا عندك القدره انك ترجع شي حد توفى شكون اللي غادي يكون وعلاش؟ غادي يكون ما غرومير. غادي يكون ما غرومير لان هي رباتني والمود ديالها كان ان شوك بور موا، كان صدمه قويه عندي بزاف لانه سما ماركي وكنت متعلق بها بزاف و سيتي سودان كنت ما كنتي هنا هذه التصويره مع جداتك. جداتك قلتي هي اللي رباتك يعني مش رباتك اكثر من الام ديالك؟ فتل كانت عندي 13 سنة وهي كانت معي. توفات ملي كانت في عمرك 13 عام. باقي عاقل. كنتي هنا أكيد كنتي معها. وي نعم. وي كنا الله يرحمها كنا في السينما وخرجنا وجا مرايا بابا ومن بعد مشينا لدار خالتي وتما فين قالوا لنا بأن نعم. يا سيتي هذاك ماني منساه. الله يرحمها الله يرحمها امين. نعطيك بعض الكلمات ودير لي ليهم هاشتاغ هشام الا سمحتي. دونك عطيتك امريكا شنو غادي دير؟ هاشتاغ فرصه اوبورتونيتي اوبورتونيتي ياك. الا عطيتك البدانه هاشتاغ شنو؟ هاشتاغ نايتمير كابوس نعم. فرنسا كابوس كابوس فوتو عندي حساسية من ياك. دابا فرنسا كتمشي ليها ولا لا؟ انورمومون كنمشي ليها بزاف كتمشي ليها ولكن مغازان تما طريقة أخرى. اكزاكتومون كنمشي عندك مغازان تما؟ اكزاكتومون دونك غير كنمشي للخدمة ونعاود نرجع سي فرنسا نعم ما عنديش. لاحظتي بدوك الناس اللي كانوا حبطوك هما دابا كيحاولوا انهم اكزاكتومون هما كيحاولوا انهم يتقربوا منك دابا اكزاكتومون ودابا ولا عافاك غير صوره غير هذا غير هذا. دونك كيفاش كترد الفان ديالك؟ كنشوفهم زعما عادي كتعامل معاهم عادي ولكن هذاك سي هذاك حققت واحد الحاجه اللي هي بيرسونيل بور مو. ما كنبغيش ندير اون فانجونس ولا نتشفى في الناس ولا هذا، مي هذاك اكتفاء عندي بيرسونيل انني لا غوا تورني ودابا هما اللي دي ار تراين تو جيت ان تاتش. الا عطيتك تصاميم الازياء شنو دير لها هاشتاغ؟ هاشتاغ كل شيء هذيك عندي هي هي everything yeah it's like هي اللي كتخرجني من الحياة اللي كنعيشو فيها لواحد العالم آخر. نعم، شكون اللي تبغي تلبسو؟ شنو الحلم ديالك أنك تلبس شي حد شكون؟ في المغرب ولا في ليزيتاز؟ فين ما بغيتي نتايا. الحلم ديالي أنني نلبس بيانسي. بيانسي؟ يا سي حيتاش عندها واحد لو تالون وعندها واحد واحد الكاريزم في الستيج، بغيت نلبسها في الستيج ماشي ريد كاربيت ستيج لانه عندها واحد لو تالون انكرويبل وعاد لا ان تري بو كور اكزاكتومون يعني ميت اون فالور لي تون. وانا كيعجبني ندير ديزاينز الكيرفي دي فام اللي هما عندهم كيرفز عامرين اكزاكتومون ماشي لايك معروف ماشي دوك الضعيفين لا لا اكزاكتومون. عطيتك الحب غدير له هاشتاغ شنو؟ هاشتاغ ما بغيتوش كاع علاش؟ يلا قلتي بسم الله هشام ما بغيتيش ما بغيتش زعما كاين الحب في حياة هشام ولا باقي؟ لا
ما كاينش؟ لا ما بغيتش نكون بيسيميست ولا نقول للناس بان هذا ما كاينش، ولكن الناس اللي كيجاوبوا هكا هشام تيكونوا مجروحين من الحب. هشام مجروح من الحب؟ يا وي شرحتي يا اي ما بقيت بغيت ما كيهمنيش هذا الموضوع نهائيا نهائيا. هذا معني انه جرح عميق. نعم شنو تقول لهذا الشخص اللي هو جرح هشام؟ كيهمنيش هو ما كيهمنيش الموضوع، الشخص كله ما كيهمكش. نعم اللي جرحك ما بقاش كيهمك نهائيا. دونك خدلك يعني انا تعرفت عليك واحد الفتره اللي هي قصيره و تبارك الله عليك اخلاق عاليه جدا. شكرا. غريب انه شخص يفكر انه يخذل هذه الاخلاق اللي فيك. بس ما شي كنت كنقول لك ان سي دوماج ان الناس كيشوفوا فيك هذا الشيء هذه الاخلاق وهذا المعامله كضعف ولا كمانك دو فورس، alors que هو بالعكس مي malheureusement la société ماشي هادشي اللي خاصها. العلاقة كانت مدة طويلة؟ شحال تقريبا؟ عامين ثلاث سنين أو قل؟ عام. نعم كل التوفيق هشام و يعني الحياة تستمر، أنت باقي صغير هي تجربة كتبقى اكزاكتومون لا هي تجربة تجارب كثيرة في الحياة. نعم تعلمت فيها بزاف و الحمد لله ما كندم على حتى شي حاجة. غندوزو لآخر فقرة من حلقة اليوم واللي هي سيلفي. هشام مع من تمنى تاخذ سيلفي؟ مع الملك ديالنا الله يخليه. مع الملك يا ربي امين. كل شيء كيقول لي نفس الجواب. شوفوا بعض الصور ديال السيلفي ديالك toujours la classe le noir le doré le bleu aussi c'est très joli c'est une de mes couleurs préférées d'abord oui كتفضل سيلفي ولا كتفضل صوره عاديه؟ كنفضل سيلفي. علاش؟ لان انا جو كونترول لانجل ولا لوميير وكل شيء. نعم كنفضل انا ناخذ سيلفي راسي باسكو كنعرف لي زانجل انا اللي كيعجبوني. درتي شي سيلفي غريب شي بلاصه غريبه ولا مع شي حاجه غريبه؟ ودرت بزاف ديال لي سيلفي على الله. السيلفي الحمق فيهم كاملين. السيلفي الحمق فيهم درتو في الزيب لاين في فيغاس. كنت نازل في واحد الزيب لاين وكيقول لك ممنوع التليفون بعدا باسكو غيطيح. ونازل هكذا من واحد البيلدينغ فيه 50 ايطاج وانا داير سيلفي كتسمعوا من بعيد كيقول لي نو فون نو فون وانا جالس في السيلفي. سيتي الناس كيتخلعوا وانا جالس كنتصور. يعني وصلنا لاخر دقيقه من حلقه اليوم. الى يعني متقص البرنامج كناخذوا سيلفي انا وياك وكتحطوا عندك في انستغرام وكتكتب تحت منه ان كومنت عليا وعلى البرنامج فولورز، شنو غتكتب؟ نكتب بان شرف لي انني نكون في البرنامج ديالك فولورز معك امال. شكرا بزاف. ما عمري ما طلعت في الشاو اللي انني كنهضر فيه بيرسونيل على راسي بيرسونيلمون، دونك حسستني فريمون بواحد جيتي كونفورتابل انني نقدر نبارطاجي معك دي شوز اللي هما شخصيين. دونك شكرا بزاف وان شاء الله نكون معك في اي شو ديالي ان شاء الله. ربي يخليك. وانا يعني بدوري كنتمنى لك كل التوفيق. كنت ضيف زوين خفيف فخورين بك. وكنتمنى يعني نجاح اكثر واكثر وترجع لينا اكيد برنامجك ورجع تنورنا في اي وقت انت بغيتي. شكرا امل. شكرا هشام. قالوا ناس زمان اللي كرهني ولا نساني ما كساني ما عراني بالعكس هناني. بهذه المقوله الرائعه كنقول لكم امسيه سعيده والى اللقاء.